السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بالجميع إلى هذا الفيديو الذي سنتناول فيه شرح خطوات التقديم لمنح جامعة الأميرة نورة في المملكة العربية السعودية. تناولنا في الفيديو السابق جميع تفاصيل هذه المنحة، شروط التقديم، وكذلك الوثائق المطلوبة للتقديم والتخصصات المتوفرة. أما في هذا الفيديو سنتطرق إلى شرح التقديم خطوة خطوة على موقع الجامعة. قبل أن نذهب إلى أبليكيشن التقديم على موقع الجامعة، نرجو منكم دعم القناة، إعجاب بالفيديو واشتراك بالقناة من أجل الاستمرار في نشر المنح الدراسية. إذن بعد الدخول على رابط التقديم الذي سنضعه لكم إن شاء الله في صندوق الوصف أسفل الفيديو، نلاحظ هذا موقع جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وهذا هو الابليكيشن التقديم للمنحة الدراسية خارجية. نضغط على هذا الرابط، ثم نلاحظ الآن خطوات التقديم بالتفصيل. أولا، يتم تعبئة البيانات الشخصية التي تشمل الاسم. أولا، يتم في هذا المستطيل تعبئة الاسم باللغة الإنجليزية كما هو موجود في جواز السفر، ويجب الانتباه لدقة الإدخال، ويجب أن يكون متطابق تماما كما هو موجود في جواز السفر. بعدها يتم إدخال الاسم باللغة العربية كما هو كذلك موجود في جواز السفر، الاسم كاملا مع اللقب كذلك. ثم يتم في هذا الخيار تحديد جنسية الطالبة المتقدمة، ومن ثم يتم كتابة رقم جواز السفر في هذا المستطيل. بعدها يتم تحديد مكان إصدار جواز السفر كما هو موجود في جواز السفر نفسه، من أي دولة تم إصداره يتم كتابته في هذا المستطيل. بعدها يتم تحديد تاريخ انتهاء صلاحية جواز السفر كما هو موجود كذلك في جواز السفر، يتم تحديد اليوم وكذلك الشهر والسنة. تاريخ الميلاد من واقع جواز السفر، يجب أن يكون التاريخ مطابق لما هو موجود في جواز السفر، يتم تحديد اليوم كذلك والشهر والسنة. بعدها يتم تعبئة البيانات الأكاديمية للطالبة المتقدمة. أولا، يتم تحديد تاريخ التخرج أو تاريخ الحصول على شهادة الثانوية العامة بتحديد اليوم وكذلك الشهر وكذلك السنة. بعدها يتم كتابة اسم المدرسة التي حصلت على الشهادة الثانوية منها في هذا المستطيل، ومن ثم كتابة مكان صدور شهادة الثانوية العامة أو الدولة التي درست فيها الثانوية العامة، يتم كتابة الدولة فقط. بعدها يتم تحديد نوع شهادة الثانوية العامة، هل قسم أدبي، شهادة ثانوية أدبي أم علمي، يتم اختيار هذا الخيار، أم أخرى، يتم اختيار الخيار الثالث أخرى في حالة إذا كانت الشهادة ليست أدبي وليست علمي. بعدها كتابة التقدير العام لشهادة الثانوية العامة، هل ممتاز؟ ممتاز تعني من 90% إلى 99%، جيدة جدا تعني من 80% وحتى 89%، وجيد تعني من 65% إلى 79%. أخرى يعني مقبول، أقل من 65 بتكون أخرى. كذلك يتم كتابة لغتك الأساسية، إذا لغة الطالبة الأساسية لغة، في حالة إذا كان المواطن عربي فلغتها الأساسية اللغة العربية يتم كتابتها، وإذا كان غير ذلك يتم كتابة اللغة الأم بالنسبة للطالبة المتقدمة. هل سبق لك الدراسة في أحد الجامعات السعودية؟ إذا كان لا تختار هذا الخيار نو، إذا كان نعم وسبق أن درست في أحد الجامعات السعودية يجب عليك إدخال اسم الجامعة في هذا المستطيل. إذا كانت الإجابة نعم، يتم كتابة اسم الجامعة في هذا المستطيل ضرورة. كذلك ننتقل الآن إلى البيانات الصحية بالنسبة للطالبة المتقدمة. أولا، هل لدى الطالبة المتقدمة إعاقة جسدية؟ إذا كانت نو، ما فيش داعي لأي إدخالات في هذا المستطيل. وإذا كان هناك أي إعاقة جسدية يتم كتابة ما هي نوع هذه الإعاقة. بعدها، هل لديك مرض مزمن؟ إن وجد يتم ذكرها. إذن
إذا كانت الإجابة كذلك نو، ليس هناك حاجة لإدخال أي بيانات في هذا المستطيل. وإذا كان لديك أي مرض مزمن يتم اختيار نعم، ومن ثم كتابة اسم هذا المرض في هذا المستطيل. بعدها هنا ملاحظة بما يخص الفحص الطبي، ستخضع المتقدمة للكشف الطبي في بلدها قبل الحضور للمملكة في حال قبولها، وكذلك كشف طبي في المملكة العربية السعودية عند الوصول. ننتقل بعدها إلى بيانات التواصل. يتم تعبئة بيانات التواصل، أولا رقم هاتف المحمول في بلدك، هذا إذن رقم الموبايل الخاص بالطالبة المتقدمة. في هذا المربع يتم كتابة كود الدولة، مثلا في اليمن 967 هذا الكود بالنسبة لليمن، وبقية الدول معروف الكود الخاص بها. بعدها يتم في هذا المستطيل كتابة رقم الموبايل بدون كود الدولة، لأن كود الدولة تم إدخاله في المربع السابق. بعدها يتم إدخال رقم آخر لهاتف محمول بديل في بلدك، مثلا رقم هاتف الأخ أو الأب أو أي شخص يكون أو تربطك علاقة به موجود في بلدك، كذلك بنفس الطريقة يتم إدخال الكود في هذا المربع، ومن ثم يتم كتابة رقم الهاتف أو رقم الموبايل في هذا المستطيل. بعدها يتم كتابة عنوان الطالبة المتقدمة في بلده، يتم كتابة المدينة يعني الدولة في هذا المستطيل، ومن ثم يتم كتابة المدينة وكذلك الحي والشارع ورقم المنزل وصندوق البريد في هذا المستطيل. بعدها وأهم خطوة أو أهم مربع أو مستطيل يجب تعبئته هذا المستطيل، ويجب الانتباه لدقة إدخالات هل هي صحيحة، لأن الإيميل مهم جدا، سيتم إرسال الرسائل عن طريقة في حال قبولك وفي حال عدم قبولك، فيجب الانتباه لهذه الخطوة. يتم كتابة البريد الإلكتروني أو الجيميل في هذا المستطيل. بعدها الحالة الاجتماعية، هل الطالبة المتقدمة عزباء أم متزوجة، ويتم اختيار إما عزباء أو متزوجة. كذلك هل لدى الطالبة المتقدمة محرم في المملكة العربية السعودية، وكما هو معروف المحرم يكون أخ أب زوج، معروف هذا ماذا يعني المحرم. يتم اختيار نعم أم لا. في حال إذا اختارت الطالبة المتقدمة لا، فليس هناك حاجة لإدخال البيانات الواضحة أمامكم أو تعبئة هذه المستطيلات، لكن إذا تم اختيار نعم فيجب إدخال هذه البيانات. أولا صلة القرابة، هل أبوة أم أخوة، يعني يتم كتابة الأخ أو الأب أو غيرها. يتم تحديد صلة القرابة بين الطالبة المتقدمة وبين المحرم أو الشخص الموجود في السعودية. كذلك اسم محرمك في المملكة العربية السعودية، إذا اسم المحرم يتم كتابة اسم الشخص الموجود في المملكة العربية السعودية والتي تربط علاقة بالطالبة المتقدمة. كذلك رقم هاتف المحمول، رقم الموبايل الخاص بهذا الشخص، وكذلك رقم إقامة هذا الشخص. بعدها يتم كتابة البريد الإلكتروني للمحرم، ومن ثم يتم تحديد الدولة الذي تريد إصدار التأشيرة والفيزا الخاصة بك في حالة قبول هذه الطالبة. مثلا أي طالبة، مثلا طالبة موجودة في مصر تريد أن تستخرج التأشيرة في حالة قبولها من السفارة السعودية في القاهرة، فممكن تكتب هنا مصر القاهرة مثلا، أو مصر طبيعي يكفي. المهم أن تحدد اسم الدولة التي تريد القدوم منها في حالة موافقتك. بعدها تحميل المستندات، نأتي إلى أهم خطوة وهي تحميل المستندات. أولا في الخطوة الأولى شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويجب أن تكون مصدقة. يتم تحميل الملف في هذا باختيار بالضغط على اختيار ملف، ومن ثم رفع الملف، هذا ضروري جدا. إذن نلاحظ الآن التصديق، يجب التصديق على وثيقة الشهادة الثانوية العامة من الملحق الثقافي السعودي في بلدك،
يمكنكم التواصل مع الجامعة في حال إذا كان استثناء هذا العام بسبب فيروس كورونا أو غيره، يمكنكم التواصل مع الجامعة على الأرقام التي سنضعها لكم إن شاء الله في صندوق الوصف أسفل الفيديو. كذلك نأتي إلى الوثيقة الثانية، كشف درجات شهادة الثانوية العامة، ما يسمى بيان الدرجات أو بيان العلامات، ويجب أن تكون كذلك مصدقة. بعدها ترجمة الشهادة الثانوية العامة وكشف الدرجات باللغة العربية أو الإنجليزية، نلاحظ الآن إذا كانت بلغة أخرى يمكنك رفعها بعد مصادقتها وترجمتها في هذا الخيار. ننتقل الآن إلى شهادة حسن السيرة والسلوك، يتم رفعها في هذا المكان باختيار ملف ومن ثم الضغط على رفع. كذلك جواز السفر ساري المفعول يتم تحميلها في هذه الخطوة، وكذلك إقامة ولي أمر المتقدمة أو ما يسمى المحرم، لأنه تكلمنا ضرورة وجود محرم في المملكة العربية السعودية، ويجب أن يعطي الطالب المتقدمة نسخة من إقامته على أساس يتم رفعها في هذا المكان. بعدها كذلك خطاب موافقة بلد الطالب المتقدم على الدراسة في المملكة العربية السعودية مع ترجمتها باللغة العربية أو الإنجليزية في حالة إذا كانت بلغة أخرى، يتم رفعها في هذا المكان، ويمكن استخراج هذا الوثيقة من وزارة التعليم العالي أو وزارة الخارجية في بلدك، بحيث أنه ما فيش أي مانع لدراستك في هذا في هذه الجامعة أو في هذا البلد. كذلك شهادة الخلو من السوابق الأمنية أو ما يسمى الفيش والتشبيه أو شهادة حسن السير والسلوك على أن لا يكون مضى على إصدارها أكثر من 5 أشهر، هذه الوثيقة تدل أنك لم تقوم بأي جرائم سابقا. بعدها التقرير الطبي الخاص بالطالب المتقدمة قبل، ويجب أن يكون صادر قبل بدء التقديم بالطلب مع ترجمتها باللغة العربية والإنجليزية، يمكنك استخراجها الآن، المهم أن يكون صالح لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وكذلك أن لا تكون قد استخرجتها قبل 3 أشهر من الآن، إذن فترة صلاحيتها 3 أشهر. بعدها يتم رفع خطاب التوصية رقم 1 في هذا المكان، وكذلك خطاب التوصية رقم 2 في هذا المكان. كذلك بعدها يتم رفع إثبات المحرمية والذي تكلمناها سابقا، هذه الوثيقة هي عبارة عن وثيقة صادرة من بلدك تثبت صلة القرابة بينك وبين المحرم في السعودية الذي تكلمنا عنها في الفيديو السابق، وما هي المعلومات التي يجب أن تكون متضمنة بها، معلومات خاصة بالطالبة المتقدمة وكذلك معلومات خاصة بالمحرم وما هي صلة القرابة بينهما كإثبات أن الشخص الموجود في السعودية يجوز أن يكون محرما للطالبة المتقدمة، يتم رفعها في هذا المكان. نلاحظ هنا أي شهادة أو أي بيانات يوجد بجوارها النجمة الحمراء فإنها إجبارية ويجب تعبئتها، وأي بيانات لا يوجد أمامها النجمة الحمراء مثلا التوصيات ليست ضرورية لكنها ستدعم ملفك في حالة كانت موجودة. ننتقل بعدها إلى بعض التعهدات، هنا لدينا بعض التعهدات يمكنكم أن تقرؤوها، تعهد بأن الأوراق سليمة وأنك موافق على قواعد المنحة والقبول الجامعة وأنك ستحترم القوانين السعودية وكذلك القوانين الجامعة. بعدها يتم الموافقة على هذه الإقرارات أو هذه القوانين وأنك موافق على شروط المنحة بالضغط على هذا المربع حتى تظهر علامة صح كما هي واضحة أمامكم، ومن ثم يتم الضغط على سند أو إرسال لإنهاء التقديم كما سنلاحظ بعد قليل. بالنسبة لطريقة تحميل الملفات ورفعها على موقع المنحة، يتم الضغط على اختيار ملف كما شرحنا سابقا، ويتم الضغط مثلا على الشهادة الثانوية مثلا، ويتم بعدها الضغط على رفع من أجل إنهاء تحميل هذه الوثيقة بشكل صحيح كما سيظهر أمامكم بعد قليل. نلاحظ الآن بأنه تم تحميل الملف المطلوب كما تلاحظون الآن، إذا أردت تعديله وإعادة تحميله إذا حدث خطأ أو من هذا النوع فيمكنك حذفه وإعادة تحميله مرة أخرى عن طريق الضغط على حذف. إذن بنفس الطريقة يتم تحميل بقية الوثائق كما سنلاحظ بعد قليل.
إذن كانت هذه هي خطوات التقديم لمنح جامعة الأميرة نورة. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، ولا تنسوا دعم القناة، إعجاب بالفيديو واشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.